سمر قال لهم على فرقه الدبكه هاي وعائشه بتدربه. احنا عم نحاول من خلال الدبكه ننوع دبكات شعبيه لكل المنطقه خلال في فتره معينه. احنا مبتدئين للشباب والصبايا، هذا كان حدث تجديد انه جمعنا بين الصبايا والشباب، وعندنا دبكات متنوعه، يعني دبكه سوريه، لبنانيه، فلسطينيه، شرق اوسطيه عموما. يعني اجيال صف السوابع ثوامن او ثوامن توسع بعدني ما بعرفش. في طبعا شباب اللي احنا علمناهم في مدرسه رونسون قبل الخدمه العسكريه، هن خلصوا الخدمه العسكريه ورجعوا لنا وضافوا للصبايا، وان شاء الله انه رح ننجح في قيام فرقه دبكه مختلطه بين شباب، وهي اول مره بتصير في الكرمل، وان شاء الله بيكون نجاح باهر لنا. اللي عم يجي وعم بيعمل فحص بروفات وبنجح عم بفوت على الفرقه لدى نعمل تصفيات نهائيه. في كثير برامج على الطريق، ووعدتنا ام عميد مرت الرئيس ابو عميد يكثر خيرها، لانه هي اللي دعمت الفرقه، وابو عميد نفسه دعم الفرقه، مشكورين. طبعا في حفلات احنا راح نبيض وجه الكرمل، وجه عسفيا بخص كدبكة شباب وصبايا، وان شاء الله انه بادرة ناجحة. احنا صلنا سنين مع بعض، ابو حسيب صديق عزيز فنان، طبعا صلنا سنين مع بعض، وفي بيناتنا خيمياء قوية جدا، بدنا انا من ناحية موسيقية ومن ناحية فنية للحركات الايقاعية في الاجرين للصبايا والشباب، وتنويع الدبكة اللي احنا بنعملها هي مش شمالية دبكة زي تبعت الأعراس اللي ندبك فيها في العرس، لا هي عبارة عن صورة لكل بلد، يعني دبكة لبنانية. إذا نحن بنسمع دبكة اللون اللبناني، طبعا في اللون السوري اللي هو مشابه ولكن يختلف، اللون الفلسطيني اللي هي شمالية لكن على الطريقة تبعتنا، في اللون الصعيدي المصري، في اللون العراقي اللي هي الشوبي، في أنواع جميلة جدا من التراث العربي اللي بنفتخر وبنعتز فيه بمنطقتنا. احنا عم نحييه بطريقة زي ما بدي اقول لك فولكلورية متعددة، ان شاء الله انه بننجح وبنودي نقدم رسالة. مين ما كانت صبايا طبعا لجيل اللي هو لحد 19 20 سنة، علشان الصبايا يعني بعدين في صفوف مبتدئة يعني لحد الاعدادية 7 8 9، طبعا لكن بده يكون عنده الخبر يعني على القليل يعرف يدبك شماليه عشان يقدر يشتليه، بعرف اللغه العربيه للاسف، يتواصل معنا ويقدر يعبر لفخوت الامتحان الاولاني اللي يقدر يكون في الدبكه يعني. خزراء وفعاء، ايه انا عم بقدم اشي للناس منيح، اشي فني. في عندكم رمكولات، في عندكم ضاي، في عندكم تلبوشة اللي انتو لما بجيشين بس تلبسوا الاواعي ترجيشوا اخرت. فعيمة بشكل كثير محترم، هذا اهم اشي، وعم بطلع عليك كيف كل واحد منكم.